ثم فيما يأتي مسألة الأضحية والعقيقة. نعم، مصنف ذكر هنا بعض الفقهاء يقولون عقب الصيد، بعد بيان مسائل الصيد يقول بعض الفقهاء مصنف يعني ذكر تابعا للمناسك يعني، وهنا وهناك مناسبة. نعم، يسن متأكدا لحر قادر تضحية بذبح جذع لئن له سنة أو سقط سنه ولو قبل تمامها أو ثني معز أو بقر لهما سنتان أو إبل له خمس سنين بنية أضحية عند ذبح أو تعيين. يسن متأكدا، فإذا هذا من السنن المؤكدة. لمن هذا؟ لحر قادر. أولا ينبغي أن يكون حرا، فإذا لو كان رقيقا لا يسن له. ثم قادر أيضا، لو كان غير قادر فإذا لا يسن له. ما معنى القدرة؟ قادر، قدرة معناه من يقدر عليها فاضلة عن حاجته وحاجة مأمونه يوم العيد وأيام التشريق. فإذا عنده مال لشراء هكذا ثنية معز أو جذعة لين أو يعني سبع بقرة أو سبع بدنة هكذا قيمته يملك، كيف يملك فاضلة عن حاجتي وحاجة ممونه يوم العيد وأيام التشريق، هكذا ذكر هنا، لأن ذلك وقتها كزكاة الفطر. لكن في هذه المسألة خلاف، يعني هل يحتاج فاضلة النفقة أيام التشريق عيلا أو يكفي يعني اعتبار يوم العيد والليلة؟ والذي يفهم من كلام التحفة تخصيص ذلك بيوم العيد وليلته فقط. نعم، فإذا ذاك هو الراجح. فإذا لو كان عند هذا الحجر هذا ما ينفق في التضحية فاضلة نفقته نفقة ممونه يوم العيد وليلته يسن له متأكدا. تضحية بذبح جذع لئن له سنة أو سقط سنه. نعم، هكذا هنا يعتبر، هنا في الأضحية وكذلك في العقيقة كما سيأتي، ثم في الدم أيضا هذا يعتبر، يعني في دم الكفارات ذكرنا ترك المحرمات أو يعني ارتكاب على ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات ذبحنا، هناك شاة يعني مجزئة في الأضحية هكذا ذكرنا. فإذا يكفي سقوط سني، أما في الزكاة ذكرنا لا يعتبر سقوط سني، بل يجب تمام سنة أو سنتين هكذا ذكرنا هناك. فإذا حسب اختلاف الأبواب يعني تختلف الاعتبارات. أيضا نعم، هنا أيضا يقال جذعة لين أو ثنية معز، ومع ذلك هذا الجذع معتبر لو قبل تمام يعني قبل تمام السنة الواحدة أو ثني معز أو بقر لهما، معز كذلك بقر لهما سنتان أو إبل له خمس سنين ذبح بأي نية بنية أضحية، معناه النية واجبة في هذا الذبح، كذلك يجب في النية وجه تعيين الجهة، لذلك قال نية أضحية. نعم، نية أضحية يجب في النية هذا أن ينوي أنه سنة الأضحية، لو نوى مجرد الأضحية تكون واجبة هكذا مشكلة. في العقيقة في الأضحية
هذا نيته مثلا هذا نويت اللحية المسنونة أو ماذا نويت أداء سنة اللحية التلحيتي هكذا. فإن اقتصر على نهي اللحية فقط مثلا هو نويت اللحية أو نويت أداء التلحية فقط صارت واجبة يحرم لكل منها. لأجل ذلك يجب في النية التصريح بالسنية نعم فإلا مشكلة هذا واجب ينتبه هكذا تعيين الجهتين. لذلك يقول ينوي اللحية عند ذبح أو تعيين إما عند ذبح ينوي أو عند تعيين يعني فرض هذا ويعين هذا تعيين إما يكون بنذر أو جاعل كما سيأتي إما يعين بنذر أو بجاعل يقول هذا أولهية هذا جاعل أو نذرت هذا أولهية هذا نذر ثم وهي أفضل من التصدق من الصدقة هذا التلهية وكذلك التصدق يعني بهذه البدنة أو بهذه البقرة أو بهذه الشاة ما هو الأفضل يعني إهراق الدم ثم التصدق بلحمها أو تصدقها حيا هذا تصدقها حيا ليس أفضل من اللحية بل اللحية أفضل نعم لو تصدق بهذه الشاة أو البدنة أو البقرة لفقير ممكن وهو يستفيد من هذه البقرة أو الشاة طول عمره ممكن يكون فيه كفاية لمونته أيضا ويحلب اللبن يشرب ثم يشرب وكذلك يبيع يكون هناك فوائد عظيمة. أما لو ذبحت ووزعت لحومها هذا ينفذ بمرة واحدة إذن لا تعتبر هذه كثرة الفوائد وبقاء هذه الفوائد بل يعتبر يعني هذه السنية وهو أفضل من الصدقة. ثم متى وقتها ووقتها من ارتفاع شمس نهر إلى آخر أيام التشريق آخر أيام التشريق يعني إلى غروب شمس آخر أيام التشريق. ثم ارتفاع شمس هو من وقت أفضل هذا هو ابتداء الوقت الأفضل هذا ابتداء وقت الجواز بمضي وقت ركعتين وخطبتين بعد ارتفاع الشمس بعد طلوع الشمس لا حاجة إلى الارتفاع نعم. إذن طلعت الشمس يوم النهر ثم مضى وقت يسع لركعتين وخطبتين فإذن يدخل وقته ثم بعد ذلك تأخيره إلى ارتفاع الشمس أفضل. ويجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد والذي سبق يعني هذا جذعة لبن أو سنية ماعز ثم ذكر بقر إبل هكذا هكذا لكن هنا في البقر والإبل تفصيل يجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد ولا يجزئ أجفاؤه ومقطوعة بعل ذنب نعم هذا بيان بعل العيوب لأجلها لا تجزئه هذه الحيوانات عن أبهية نعم. ثم ذكر يجزئ سبع بقر أو إبل عن واحد فإذا ينبغي أن يملك هذا الواحد سبع بقر باللبط فإذا لو لم يملك سبعا تاما بل أقل من سبع ثم رجل آخر أكثر من سبع فهكذا لو كان اشتراك بدون ليس هذا الاشتراك على السبع بل يزيد واحد وينقص واحد لو كان هكذا لا يجزي عن أحد
في بعض البلاد هكذا يعني الناس يجمعون التبرعات أو يعني الأموال ثم بعد ذلك يشترون هكذا بدنة أو بقرة هكذا ثم يذبحون. لا يلبثون في تمليك السبعي عندئذ لا يجزي عن أحد. نعم. لأجل ذلك مثلا 14 نفر شخص 14 شخصا اشتروا بقرتين أو بدنتين ثم ذبحوا هاتين لا يجزي عن أحد. لماذا؟ هذا 14 شخص اشتروا بدنتين، فإذا كل شخص يملك من كل من البدنتين نصف السبع فقط هكذا، لا يملك سبعان سبعان يعني هما اشترى هكذا، فإذا كل أحد له شركة في كل من البدنتين، فإذا يكون هناك ملكه سبع نصف السبع فقط لا يجزي. ثم يذكر العيوب ولا يجزي واجفاء وكذلك فمقطوعة بال ذنب هذا اجفاء يعني ذاهبة البصر لا ترى. نعم مقطوعة بال ذنب او اذن ابينا يعني هذا البال ابينا فاذا ليس هناك شق ولا خرق بل ماذا قطع جزء من الأذن أو الذنب أبينا يعني أظهر انفصل جزء انفصل وإن قل فإن قل هذا الجزء هذا البعض نعم وذات عرج وعبر ذات عرج كذلك ذات عبر عبر يعني لا يستقيم نظر العين بل ينظر إلى مكان يرى مكان آخر عبر عرج يعني عيب في الرجلين نعم ومرض بين كذلك ذات مرض بين هذا بين يرجع إلى هذه الثلاثة كما كان قيد في البال أن يكون مبانا مقطوعا منفصلا هذا عرج عبر مرض كيف يكون بينا عرج يكون بينا بأن يتخلف عن غيرها يعني كل يمشي فإذا بسبب عرج هذه الماشية تتخلف عن صواحباتها فإذا يكون بينا لو لم تتخلف هذا عرج لا تكون بينا كذلك عبر يعني لا يمنع اللوء وكذلك مرض بينة يعني هذا المرض يؤثر في لحمه حتى ينقص نعم هذا هو اللبط البين ولا يضر الشق أذن أو خرقها هذا محترز قوله أبينة يعني مجرد شق أو خرق أو خرق معناه ما معنى الخرق في مقابلة الشق الخرق يعني ثقب بمثل إبرة لكن لم يذهب منه شيء فإذا لو ذهب منه شيء لا يجوز نعم في مثل هذه الأيام يكون هناك من جانب يعني الحكومات والإدارات هكذا ثقبة أذن المواشي عندما تستورد من خارج وهذا لا يكفي للوجهية لماذا؟ يذهب بهذا الخرق بهذا التثقيب جزء هذا ذكر وإن قل بعد ذلك لا يجوز للمرية بسبب ذهاب شيء من الموكولات هذا هو العيب هنا والمعتمد عدم إجزاء التضحية بالحامل للحامل خلافه هل يجزي أو لا يجزي خلافا لما صححه ابن الرفعة رحمه الله هو قال يجوز بالحمل ولو نذر التضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية هذا مسألة التعيين
عينة تبطل هي كيف عينة باب النذر أو بالجاهلي هكذا وجهان أولا ذكر تعين الألوهية بالنذر نذر التضحية بمعيبة يعني بأجفاء أو بأوراء أو بأرجاء أرجاء هكذا أرجاء أور بين هكذا أو بمريضة مرض بين هكذا معيبة أو صغيرة يعني صغيرة يعني سني لم يكمل سنها هكذا صغيرة أو قال جعلتها ألوهية يعني هذا تعين بالجعل فإنه يلزم ذبحها لو فعل هكذا يلزم عليه ذبح هذه المعيبة والصغيرة وما ذلك ولا تجزي ألوهية لو أراد ثواب الألوهية أداء سنيتها يجب عليه ألوهية أخرى وهذه لا تجزي عن ألوهية وإن اختص ذبحها بوقت الألوهية مع ذلك يجب عليه ذبحها ذبح هذه المعيبة والصغيرة في وقت الألوهية فإذا يجب الذبح وقته وقت الألوهية كلها هكذا مع ذلك لا تجزي عن الألوهية وجرت مجراها في الصرف أيضا إن اختص وإن جرت هذه المعيبة والصغيرة مجراها في الصرف يعني في صرف الألوهية يعني هذا منظورة كذلك مجعولة معينة لأجل ذلك يجب عليه يعني التصدق بجميع لحمها لا يجوز له أكل شيء منها هكذا يعني يأتي ويحرم الأكل من أضحية أو هدي وجبا بنذر وجبا بنذر أضحية أو هدي هو ذكر أضحية أو هدي فقط هذا ليس حكم الأضحية والهدي فقط كذلك العقيقة أيضا التي ستأتي كذلك دم الجبران أيضا هكذا سبق بينا يعني الفدية في الفدية ذكرنا يعني هكذا دماء وكل هذا مثل الأضحية لا يجوز أكل شيء منها وجبا بنذر فإذا لو كانت يعني هذا صدقتم منظورة هل يجوز له الأكل؟ يعني هو رجل نذر أن يتصدق بشاة بدون أي سبب أراد أن يتصدق يعني أن يصرف لحمها أن يذبحها على طريقة النذر هل يجوز له أكل شيء منها؟ لا يجوز له أكل شيء منها نعم إذا هذا حكم ليس خاصا بالأضحية والهدي بل يتعلق بجميع المنظورات نعم ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيء ولو يسيرا من المتطوع بها لو كان على أضحية أو هدي لو كان متطوعا على طريق السنة هذا إذن يجب التصدق بشيء نيء يعني هذا غير مطبوخ رطب يعني لحم رطب بشيء من لحمها ولو يسيرا هذا واجب ثم هذا القدر ينبغي ألا ينقل من بلد الذبح لا يجوز النقل معناه لا يجوز نقل الألوهية معناه يعني هذا القدر من المتصدق يعني نعم من المتطوع بها أما لو كان واجبا لا يجوز أصلا نعم أما التوكيل يعني ذبحها في بلد آخر يجوز هذا بالنسبة إلى بلد الذبح واجب في البلد يجب هذا التصدق والأفضل التصدق بكله إلا لقما يتبرك بأكلها هذا هو الأفضل يعني هناك مراتب
إما يتصدق بكله يأخذ يعني لقمة أو لقمتين هكذا يأكل هذا المضحي والباقي كله يتصدق على الفقراء هكذا أو يعني هو يأخذ ثلث هذه الأضحية المضحي يأخذ الثلث أو يتصدق بالباقي أو يعني هو يأخذ الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي بالثلث إلى الأغنياء هذا مرتبة ثالثة فإذا يجوز له أن يأخذ كله بدون هذا القدر يعني التصدق بشيء نيئٍ هذا أدون المراتب يتصدق هكذا بشيء قليل من اللحم ثم يأخذ هو باقي كله هذا أيضا يجوز لكن هذا أدون المراتب الأفضل التصدق كله إلا لقمة على العكس وأن تكون من الكبدي الذي يأخذ من اللقمات أن تكون من الكبدي أفضل وأن لا يأكل فوق ثلث هذا أيضا أفضل والتصدق بجلدها هذا واجب ما ذكر ويجب التصدق ولو على فقير واحد بشيء نيئ وهذا التصدق يتفن للتصدق الماضي فإذا يجب التصدق بجلدها يعني بجلد الأضحية بجلد الأضحية المتطبع بها فإذا بجلد الأضحية الواجبة المنظورة هذا بطريق الأولى بعض يعني يعطي هذا الجلد للجزار كأجرة الجزر والذبح هذا ليس بجائز أجرة يعطي آخر فإذا يجب التصدق بجلدها لا يجوز إعطاء الجلد للجزار أجرة بعض الناس يفعلون هكذا فإذا لو تصدق بهذا الجلد على الجزار فلا بأس لو أعطى بطريق الصدقة أو الهبة فلا بأس لكن يجب أن إعطاء الأجرة آخر ثم وله إطعام أغنياء لا تملكهم يجوز له إطعام الأغنياء مما إطعام الأغنياء من إطعام الأغنياء من لحم هذه الأضحية لا تملكهم لا يجوز التمليك ما الفرق بينه وبين الإطعام فإذا لو أعطاه هو يأكل فقط ولا يبيع أما الفقير لو وجد حصل على لحم الأضحية يجوز له بيعه أيضا لأنه ملك للفقير يجوز له التصرف كتصرف في مال مملوك له أما الغني ماذا يفعل أو إما يأكل أو يطعم فقيرا آخر أو يعني غنيا آخر فقط هو لا يبيع ثم ويسن أن يذبح الرجل بنفسه المضحي لو كان رجلا يذبح بنفسه أما لو كانت امرأة هي لا تذبح بل هي تحضر فقط هي تحضر الذبح هذا الذي قال وأن يشهدها من وكل به لو كان لو وكل بالذبح ماذا يفعل وهو يشهد هذه الأضحية عند الذبح يشهده يحضر ثم وكره لمريدها إزالة نحو شعر في عشر ذي الحجة وأيام التشريق حتى يضحيها إزالة نحو شعر يعني ظفر هكذا من سائر أجزاء البدن وقال بعض يعني لا يزيل الدم أيضا قيل حتى الدم وغلت لكن هذا غلط فإذا إزالة الدم كان في قديم الزمان يعني بالحجامة والفصد بناء على هذا القول يكره الفصد والحجامة لمريد التضحية في هذه الأيام لكن هذا غلط ليس بصحيح لذلك لا يكره بل إزالة جزء من أجزاء البدن فقط في عشر ذي الحجة
ولو في الجمعة أيضا مثلا في يكون في خلال هذه الأيام العشر يوم واحد جمعة وأكثر من يومين يوم واحد، فإذا هل يسن له لأجل الجمعة إزالة هذا؟ لا، بل له أيضا يكره. نعم. عشر ذي الحجة أو أيام التشريق حتى يضحي، نعم، من أول ذي الحجة. فإذا قبل دخول أول ذي الحجة وهو يتنلف من مثل هذه الأمور، نعم، حتى يضحي، ثم بعد التلهية يزيد. وإن دب لمن تلزمه نفقة فرعي أن يعق عنه، نعم، هذا مسألة على حقيقته. نعم، هناك يعني فرق مسائل الألوهية، من هنا يبدأ مسائل الألوهية. نعم، مرحبا. جزاك الله خير، مع معذرة شيخ. لو كان هو محرما بالعمرة، ويجب أي لو أن يتحلل بالحلق أو بقص الشعر، فهل يزول سنيته؟ يعني في عشر الحجة هو يعتمر. نعم نعم، هو يعتمر، أو مثلا هو تمتع عن دخل مكة متمتعا. لا لا يكره. لماذا؟ ذاك واجب الحسال التحللي. نعم. فإذا لا يكره. نعم، ذاك لا يكره.